الجمهور السوري أخذ لقب أقوى جمهور لحد الآن. معجبة تنهار بعد رؤية سيلاوي في دمشق، لأنه كتير بحبه، ما صدقت إني شفته، كتير متمنية مستمعني أتصور معه. سيلاوي في سوريا، بهالعنوان روجت شركة وورك أوت لحفل الأردني حسام سيلاوي بمسرح دمار المكشوف يلي كان شبه مكتمل بمحبي يلي كانوا ناطرين هالحفل عم يطالبوا فيه. بصراحة من أول ما غنيت وهم بيحكوا لي يلا سوريا سوريا سوريا، فكانت كتير ردة فعلهم حلوة، حكيت أكثر من مرة، كان من بداية جمهوري جمهور سوري، فكتير حلو إنك توصل لهيك مكان وتيجي للشعب اللي هو حبك من البدايات. وبالفعل محبة جمهور السيلاوي كانت واضحة من التفاعل الكبير يلي بلش حتى قبل صعوده على المسرح. ورغم تأخر سيلاوي بظهوره على محبي، لكن مع سماعهم بداية موسيقى عشانك الأغنية الأشهر لإله، والجمهور كان صوتهم يطغى على صوته وهن عم يغنوا معه كل أغاني. الجمهور السوري أخذ لقب أقوى جمهور لحد الآن، كانوا رهيبين، كانوا متفاهمين كتير، فالحمد لله وشكرا لهم واحد واحد. ومن الملاحظ أنه الفئة العمرية اللي طغت على الحضور ما بتتجاوز 20 سنة، فهل بيزعج سيلاوي أنه معظم جمهوره من هالفئة؟ مستحيل أنزعج من أن الجمهور صغير، لأني أنا لساتني صغير، سواء كانوا 15 14 20 40، الحمد لله في ناس بالشارع بيكونوا كتير كبار وبتصوروا معي، بس الصغار برضو أنا بهموني كتير، لأنه هدول هم شباب المستقبل. برغم أنه المنظمين كانوا حريصين على ضبط الحفل ومنع حصول أي حالة شغب، ولكن هذا الشيء ما منع وصول بعض فانز السيلاوي للمسرح ليلتقطوا صور معه، وهذا الشيء دفعه ليغادر المسرح. هسا إنه الناس تطلع المسرح وتتصور إشي بشرفني، أنا نفسي أتصور مع الكل، بس إذا فتحنا هذا المجال فخربت الحفلة، ما راح نكمل، حيصير الكل بده يطلع، فعشان هيك بنسحب شوي عشان بس يفهموا إنه بس بعد شوي يعني نتصور. ومحاولات وصول المعجبات للسيلاوي ما كانت بس بالحفل، فقدروا يعرفوا بلحظة وصوله للمسرح أثناء التحضيرات قبل بيوم من الحفل، وحاولوا يقتحموا البروفات ليلتقطوا الصور معه، وما قدرت واحدة من الفانزات تتمالك دموعها بعد ما حصلت على صورة بتجمعها مع السيلاوي. ما صدقت إني شفته، كتير متمنية مستمعني أتصور معه، كتير بحبه، يعني لما تصورت معه ما يصدع، يعني ما بعرف كيف بدي أوصف لك الفرحة اللي عن جد شعرت فيها ما بتنصف، ما بعرف شو بدي لك، بحبه كتير كتير كتير. وبعد ما شاف كل هالحب والتفاعل من الجمهور السوري، يبدو عودة سيلاوي لأحياء حفل جديد بسوريا ما رح تكون بعيدة، بالأخص أنه سأل الجمهور إذا متحمسين لحفل جديد الأسبوع القادم. نرجع الأسبوع الجاي ولا لا؟ طب نعمل بعمان أول ولا هون؟ إن شاء الله إن شاء الله، هنا عم نرتب، أنا جاهز لو بعد بكرة تكون الحفلة، يعني الأمور تمام ومتأكد أنه جمهوري جاهز برضو. لسه بشوف